استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مجموعة كبيرة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأسرهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك تلبية للطلب الطفلة فريدة بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات خلال احتفالية قادرون باختلاف، وذلك في نسختها الخامسة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعرب رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه معهم عن سعادته بوجوده وسط هذا الجمع من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة ما تقوم به الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة على أرض الواقع، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية والمشروعات المثيلة سيؤتي ثماره على مدار سنوات والعقود القادمة ما يخدم أبناء مصر، مضيفا أن مصر تستحق إقامة المزيد من المشروعات على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنها تسهم في تحسين مستقبل أبنائنا. المشروع ده مش لدلوقتي، المشروع ده لخمسين ومئة سنة قدام. يعني دي لازم ان احنا نعمله المشروعات دي، ويبقى مصر تستاهل زي المشروع ده 10 و20 و30 مشروع، لان دي لاولادنا، احنا بنبني لاولادنا كلهم، ويا رب دايما نبقى مصر بخير وفي احسن حاله يا رب. وشرفتوني والله العظيم النهارده، وسعيد جدا ان انتوا تبقوا موجودين معايا.